عايزين نعرف رأيك في أول ما تسأل حد عن الشناوي، عارفه أو عارفه من بعيد أو حتى لعب قدامه، لأنه كابتن أحمد فوزي لعب قدام محمد الشناوي أيام بتروجيتو، أيام حرس الحدود، صحيح؟ صح. فتقول يقول لك على طول أنا كنت حاسس، أنا فكرته، أنا تنبأت له، أنا قلت له. عايز أخد رأيك بس في الجزئية دي علشان عندنا سؤال عايزين يعني. طيب بداية طبعا الشناوي نتكلم فيه. الشناوي بقى حاجة تانية خالص. اشتغل على نفسه جامد من يوم ما مشي من النادي الأهلي، حاطط قدامه إنه يرجع تاني، ودي حاجة مش أي حد بيشتغل عليها. ساعات يا كابتن اللعيب حضرتك أضرب إيه طبعا أضرب الكلام ده، بتضيع منه فرصة، بيكبر دماغه بيعيش على الواقع. صحيح. وبيعيش على اللي معاه وخلاص، هو هيقضي سنتين ثلاثة في الكورة وخلاص. وفي واحد لما بتبعده او بيحصل يعني ايه زي ما بتقول كده ايه عدم تقدير لموقفه، بيشتغل على نفسه اكتر عشان يرجع المكان ويرجع رافع راسه ويرجع يشيل النادي الاهلي تحديدا. ان انت ترجع تمشي من النادي الاهلي وترجع النادي الاهلي بعد 6 7 سنين وفي فتره من الفترات قليله سنتين كان كابتن شريف اكرامي بيلعب، يقعد كابتن شريف ويلعب كابتن الشناوي ويتالق ويبقى هو الحائط الصد. عشان نبقى واضحين وصراحة، الشناوي في سنتين ليه تدخلات في المباريات بتغير نتيجة المباريات. صحيح. لو الأهلي بيكسب بطولة أنا بعزي 35% من البطولة دي للشناوي لوحده، إن ما كانش أكتر. صحيح. عشان ما بقاش يعني 35% إن ما كانش أكتر سبب من أسباب الشناوي سبب بطولات الأهلي. يعني كلمة إن اللي الفرقة اللي عايزة بطولة يبقى معها حارس كويس، ده اكيد دي مقوله صحيحه 100% ان الفرق الكبيره واصحاب البطولات لازم يكون عندهم حارس بطل. اكيد الحارس بيفرق في حاجات كتير يا كابتن. لما اروح اجيب فيك هدف انا انت محتاج ان انت تعوض وبعدين تجيب هدف تاني عشان اكسب، فانا الحارس ده بيوفر عليا الهدفين بهدف واحد. الشناوي مش بيوفر علينا هدف، ده بيوفر علينا 4 5 اهداف في كل ماتش. حتى لما بتروحلوش او بتروح لوحده، ماتش المريخ الاهلي كسبان 3 صح؟ بس جات لوحده في 90 دقيقة. صحيح. تصرف معاها ازاي؟ هو ده. هو دي اليقظه المستمره اثناء 90 دقيقة، الثبات الانفعالي اثناء 90 دقيقة. الماتش مقلوب علينا امبارح. بص امبارح خلاك متعادل لحد الاخر عشان تيجي في الدقيقة 90 تحرز هدف الفوز. فدي بيغير نتيجة مباريات بصراحة. صحيح. بيغير نتيجة مباريات، ودي حاجة تتحسب للشناوي. لما مشي من النادي الاهلي تحديدا، انا طلعت في احد البرامج مع كابتن شوبير طبعا كابتن عملاق، طلعت معاه وقلت على الهوا ان الشناوي يرجع النادي الاهلي، وما كانش ينفع انه يمشي من النادي الاهلي والله. بس على فكره هو ماشي من النادي الاهلي هو كان عايز يلعب يعني برضه، عشان يعني كان عايز يلعب يعني مش قوي مش قوي. لا تمام، لان هو هو اللي كان بيلعب في المنتخب، يعني المنتخب بتاع الاولمبي في الوقت ده كان هو واحمد عادل عبد المنعم موجودين في المنتخب، كان معاهم حارس الزمالك، الاثنين استمروا في النادي الاهلي، احمد عادل استمر والشناوي مشي، فكانت صعبه قوي. واحد بيلعب اساسي في المنتخب هو اللي يمشي، والاحتياطي بتاعه مش يعني مش بقطع في احمد، لا طبعا لا دي وجهه نظر طبعا كبار، بس بتكلم على الشخصيه اللي انت بتتكلم عليها ان بتمشي من النادي الاهلي وعندك اصرار انك ترجع تاني، وده بيبقى صعب يعني مش ما بيبقاش سهل. خلي بالك انك ترجع تاني خاصه لما ترجع النادي الاهلي، ده بيدل بجانب الموهبه بيدل على الشخصيه، ده مهم جدا. عشان كده ربنا كافئه ايه ولبس شارة النادي الاهلي. لا ده غير انه بقى رجع النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي، لبس شارة كابتن النادي الاهلي لانه يستحقها وزياده. صحيح. الشخصيه دي تستحق كل ده، تستحق انه يرجع النادي الاهلي وتستحق انه يبقى كابتن فريق النادي الاهلي والمؤثر الاساسي في تغيير نتيجه المباراه.